Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear my best friends. Today we are going to start with grammar lessons unit 4. درس القواعد اليوم راح ناخذه بسيط وسهل وممتع ولكن يعتمد على افكار الترجمه. It is about modal verbs. Modal verbs. Modal verbs. What are modal verbs? ما هي المودال فيربس؟ المودال فيربس they are verbs that indicate likelihood, likelihood, ability, ability, permission, permission or obligation. هي أفعال لها أربعة وظائف. أربع وظائف. الوظيفة الأولى أن تعبر عن الاحتمال. Likelihood. احتمال وقوع شيء. أقول لك I may come. يمكن أجي. إذن فيها احتمال. أو تعبر عن القدرة. You can go. تستطيع أن تذهب. ونفسها you can go يمكن أن تعبر عن الإذن. فأنا ممكن واحد يقول لي أنا ممكن أمر من يعني ممكن أذهب من هذا الشارع. بسألني بيقول لي ممكن أذهب من هذا الشارع بس أنا مش صاحب السلطة. أنا بعطيه معلوم إنه هذا الشارع متاح بهذا الاتجاه فبقوله you can go إنك لديك القدرة على أن تذهب من هذا الاتجاه. لكن في موقف تاني الطالب بيسألني ممكن أقول ممكن أروح على الحمام يا أستاذ فبقوله you can go. هنا أعطيه إذن. نفس الفيرب أو المودال فيرب يستخدم لتعبيرات متعددة. ممكن يستخدم للأوبليجيشن للإجبار. حاليا في درسنا الحالي احنا بنتكلم فقط عن اللايك هود. واحد يقول طب لما احنا بنتكلم عن اللايك هود جيب لي اللي هو الاحتمالات جيب لي الابيليتي والبرميشن والابليجيشن ليش؟ انا بقول لك لانه احنا درسنا الانجليزي 11 سنه. في ال 11 سنه مرت معي مثلا كلمه مي بمعاني متعدده. مرت معي بالإذن فكنا نقول للأستاذ أو للمعلمة May I go to the toilet؟ أيمكنني أن أذهب إلى الحمام؟ فالمعلمة تقول لي أو الأستاذ يقول لي You may go. أولا في المرة الأولى هي كانت طلب إذن في المرة الثانية إعطاء إذن. اليوم لما نخدها هنخدها likelihood الاحتمالية. فأنت هتقول طب كيف؟ أو أنت هتقول لي طب كيف كانت هي May I go to the toilet واليوم احتمال يعني أنا احتمال أروح على الحمام؟ لا احنا لازم نفهم نفس الكلمة يمكن أن تعبر عن الإذن والقدرة واللايكهود والابليجيشن نفسها. طبعا ممكن ما تعبرش عن الأربعة ممكن تعبر عن ثلاثة عن اثنين. اليوم اللي بيهمني أن أفهمه أن اليوم الكلمات المودال فيربس اللي هنتكلم عنهم بيعبروا عن اللايكهود الاحتمالات. أوكي ثانك يو فيري ماتش. ناو إيش هم المودال فيرب؟ المودال فيرب هم كان كود كان كود مي مايت مي مايت ويل وود ويل وود شال شود ماست. طب ايش معانيهم؟ غلط تسالني عن معانيهم لانه يختلف معنى يختلف معنى المودال فيرب حسب الجمله وحسب اذا كنت بستخدمها لللايك هود للاحتمال ولا للابيليتي ولا للبرميشن ولا للابليجيشن. فما تسال عن المعنى الا داخل الجمله. لكن اليوم احنا نتكلم عن اللايك هود الاحتمالات. طب تعال ننفيهم. نفي كل المودال فيربس كل المودال فيربس تنفى باضافه نوت. لاحظ يعني cannot could not may not might not won't would not shall shall not should should not must not. لكن عندي ملاحظة مهمة جدا وخطيرة بتقول خليني بس أطلع الملاحظة لأن أجت متأخر الملاحظة حطينها غلط. إحنا الملاحظة بتقول لاحظ 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 أرجوك إنه كنت لما بعمل نفي إلها أنا ما بكتب كان وبعدين مسافة وبعدين not على عكس كل اللي إحنا عملنا لهم not. النات بتكون بعيد يعني بقول does مسافة not have مسافة not مثلا do مسافة not had مسافة not might مسافة not إلا كان النات لزق فيها. وإذا بدي أعمل لها اختصار بعمل بحذف واحدة من النون التنتين يعني بتصير ت كان فاصلة ت. فانتبهوا على كتابتها مهمة جدا.
أيضا من ضمن الملاحظات إنه will not هذه نادرة الاستخدام أو حتى لا تكاد تستخدم، إنه نفي will بيكون بهذا الشكل want. فمشوف will want نادر أو حتى أنا كاد أقول مش موجود نقول will not، هي موجود want. فنفي كل المود الفيربس بيكون بإضافة not مع الملاحظتين إنه will بصير want، وإنه كان كانت لاصقة فيها النات والاختصار تبعها. وعندي مثال بقول I can help you، هذه معناها القدرة على الاستطاعة، أنا بقدر أساعدك. You can go إلى معنيين، ممكن تروح إذن ممكن تروح قدرة. It can't be هذه الاحتمالات، هذا مستحيل يعني مستحيل يحصل. تمام، ضربنا هذا المثال سابقا. القاعدة الثانية المهمة جدا، إذا القاعدة الأولى قلنا أنه لننفي المودل فيربس نضع بعدها not، will not could أبصر want could couldn't. طبعا couldn't ليست لا تنفى دائما، أرجوكم، لأن في ملاحظة حنخدها أنا لك couldn't لا تنفى دائما، هي تنفى إذا كانت تعبر عن الابيليتي القدرة أو البرميشن أو الأوبليجيشن، لكن في likelihood لا يوجد couldn't في الاحتمالات. لما أنا بقول أنت يمكن أن تفعل بنفعش أقول you could do، لا بنفعش أقول you couldn't do، أنت لا يمكنك أن تفعل، هذا خطأ. النات الكود لا تنفى في حالة likelihood. القاعدة اللي كنت بدي أحكي عنها إنه بعد كل المودل فيربس بيأتي الفعل الأول. أنا بقول I can go، I will go، I may go، you will go، بعد كل المودل فيربس يأتي التصريف الأول بدون ing، بدون es، بدون ies، بدون ed، بدون الأول. وضحت القاعدتين؟ إن شاء الله تكون وضحت. تعال نشوف لما أنا بأنفي couldn't بتعبر عن أشياء غير الاحتمال، ليس الاحتمال منها. طلع أو انظر، she couldn't study with the children chasing around the house، لا يمكنها أن تدرس والأولاد بيجروا حوالين البيت أو بيطاردوا حوالين البيت. إذن couldn't أن تعبر عن الاستطاعة وليس عن الاحتمال. The bank had closed، البنك أغلق، so I couldn't get any money out، بقدرش أطلع فلوس منه، عن القدرة. I couldn't understand، مش فاهم، عن القدرة. The car was so badly damaged that it couldn't be repaired، لا يمكن إصلاحها، دمرت السيارة لدرجة لا يمكن إصلاحها، القدرة. إذن الكد إذا نفيت فهي لا تعبر عن الاحتمالات، تعبرش عن الكد، هي تعبر عن الاستطاعة أو عن الإذن، طلب الإذن. couldn't you leave on Saturday instead، ألا يمكنك أن تغادر يوم السبت بدلا من كذا. طيب تعال نشوف النموذج الأول في probably، في الاحتمالات، في probability، في likelihood، في الاحتمالات. أول نموذج عندي في الاحتمالات اسمه probably won't، probably won't، ربما سوف لن، probably won't، ربما سوف لن. هذا probably won't تأتي كاصطلاح كامل مع بعضها البعض، وهنا يجب نحفظها probably won't، ربما سوف لن. لاحظ أن probably أجت قبل want. نسبة وقوع هذا الحدث، احتمال أنه يقع، أنه ممكن أن هذا الحدث 0 إلى 10%، يعني مستحيل يقع بقاعش هذا الحدث، أو إذا بده يقع فهو احتمال وقوع 10%، احتمال ضعيف. نسمع probably want expresses that the probability of the event occurring is extremely weak، احتمال وقوع الحدث ضعيف جدا، أقل من 10%. تعال نشوف أمثلة. I bought a ticket، أنا اشتريت بطاقة، أنا أسف، أنا اشتريت بطاقة. I bought a ticket، أنا اشتريت بطاقة، لكن I probably won't win، ولكن أنا احتمال لن أفوز في اللوتري، اللوتري اللي هو في اليانصيب. إذا أنا شريت بطاقة يانصيب. I probably won't win the lottery، احتمال فوزي في النصيب 0% إلى 10% اليانصيب، بطاقة اليانصيب بتيجي في المسلسلات. إذا احتمال فوزي ضعيف جدا،
ففي هاي الضعف لشدة الضعف بستخدم probably want. المثال الثاني as much as I'd love to, وعلى رغم شدة حبي لي لكذا. ليش؟ I probably won't see a real unicorn. على رغم اني حاب كثير اشوف واحد, لكن احتمال اني اشوف وحيد القرن يونيكورن شبه مستحيلة. بالذات هذه الجملة بتزبط لغزة, يعني احنا بيجيبوا لنا اسد ميت اساسا يعني, او بطعموا الاسد خبز, فبدكم اياهم يجيبوا لكم وحيد قرن, وبعدين وحيد القرن بده نهر يسبح فيه, تمام, بده يتجلى, بدكم يجيبوه على غزة طعموش الطعموه طعموه قشرة بطاطا. فهذا بالذات المثال على غزة مستحيل انك تشوف. انا حاب اشوف وحيد القرن بس تقريبا مش ظابطة, مش هتشوفه يعني, بقدر اقول لك انك مش هتشوفه. تمام, اللي بعده unless I develop wings, ما لم أطور الأجنحة I probably won't fly without a plane. ما إذا ما ركبتش لحالي أجنحة غالبا, إذا ما كنتش عباس ابن فرناس غالبا لن أطير بدون طيارة. طبعا مش هطير بدون طيارة, شبه مستحيل تطير بدون طيارة. حتى لو ركبت لك أجنحة زي عباس ابن فرناس مش هتطير إلا في الأحلام طبعا. considering آخذا, طبعا considering يا جماعة معناها آخذا بعين الاعتبار, وهذه مهمة جدا يا جماعة في التعبير, يا ريت نحفظها, مهمة جدا في التعبير considering آخذا بعين الاعتبار. طيب آخذا بعين الاعتبار considering the vastness of space, آخذا بعين الاعتبار اتساع المسافة, I probably won't meet an alien كذا, number matter how hard I tried. هذا مثال تاني معلش, يعني آخذا بعين الاعتبار المسافة الشاسعة أنا ربما لن أقابل ألين, مش هقابل ألين, مسافة كبيرة بيني وبينه. طيب المثال بعده how hard I try, على الرغم من كل جهودي لأن بذلتها, I probably won't turn stone into gold, لن أحول, آسف الجملة تقول no matter, احنا في عندنا لخبطة انه هي طالعة لفوق في التنسيق, بدنا نعدلها ان شاء الله. جملة جديدة هم تبدأ no matter how hard I try, مش مهم قديش هحاول, مش مهم, I probably won't turn stone into gold, لن أستطيع أن أحول الحجارة إلى ذهب. 100% كلامك, إذا نسبة وقوع إنه الحجارة تتحول لذهب 0%. إذا عشان تاني نلخص الكلام, إن نقول نسبة وقوع شيء منعدم أو 10%, ما بين 0 إلى 10% بقول probably won't, ربما سوف لن. أما إذا بدي أزيد النسبة وبدي أرفع هاي النسبة لأحسن من 10%, بستخدم may not أو might not, may not أو might not. هذا الاحتمال عندي, احتمال وقوع الشيء بيعبر عنه أكثر زيادة, احتمال وقوع الشيء أكثر زيادة. وmay not ومight not خلوا بالكم من 25% معاها كلمات, تعال أول شيء نشوف ليش بتعبر. They express that the probability of the event occurring is very weak, ضعيف جدا, لكن مع أنه إحنا قلنا هناك extremely weak, probably won't extremely weak يعني ضعيف بالهبل, لكن هنا strongly weak يعني is very weak, بنقول ضعيف كثير لكن كويس يعني في احتمال يعني. طيب تعال نشوف مثال, It may not rain tomorrow, ربما لم تمطر غدا. إيش معنى هالكلام؟ معناها there is a small chance of rain, هناك احتمال قليل إنها تمطر, but it is unlikely, لكن مش محتمل, يعني نسبة إنها تمطر 25%. طب هو في 75% مش هتمطر, بطلع أنا للسماء في الشغيوم, الشمس صافية, الظروف كويسة, فبقول It may not rain tomorrow, أو If you hurry, إذا أسرعت, you might not miss the bus, ربما لن تفوت الباص, لكن هذا مش 100%, هذا 25%, انت اصلا صاحي متاخر وقاعد ساعه وانت تلبس وطولت وكذا, فبالتالي اذا جريت احتمال
انك ما ضيعش الباص 25%، بس يعني تقريبا 75% ضايع ضايع. فلا تجري ولا تتنيل. I may not find available coin in this old collection. ربما في هذا المكان لن أجد عملة قديمة. 25% خلاص فهمنا، صارت الأمثلة واضحة. بديش أضل أكرر. You can read it by yourself. تقرأ الأمثلة وتفهمها بنفسك. الآن لو أنا عزت أزيد النسبة ل 50% بتبطل may not، بصير may might و could. وهنا بدنا نعرف إنه may و might و could لها نفس المعنى ونفس الوزن. 50% may might و could. وهنا أنا عايز أقول لك إنه هيدول يعبروا they express that the probability of the event occurring is weak، ضعيف. 50% ضعيف، لكن مش very weak، يعني النسبة زادت، هي أقل من 50%. 50%. وهنا ممكن اسمع، طالما اسمعوا يا جماعة، طالما أنا بتكلم عن احتمالات، احتمالات سواء كان الاحتمالات هذه may not أو might not، may أو might أو could، فكلمات مفتاحية بتأشر معي. طبعا طالما أنا بتكلم عن احتمال والاحتمال ضعيف، فمعي كلمات مفتاحية بتدللني على الاحتمال، زي not sure ليس أكيد، not certain ليس أكيد، not definite ليس أكيد، try يحاول، who knows من يدري، not no guarantee لا يوجد ضمانات، possible probable محتمل، not much ليس كثيرا، possibly likely من المحتمل، possibly ولايكلي أيضا. وهم نجي على أمثلة، ممكن نقول مثال I might find a four leaf clover in this field. ربما في هذا الحقل أجد البرسيم اللي له أربع ورقات. But it is not very likely. شوف not very likely مش محتمل كثير، خلتني أقول مش محتمل كثير فمعناته might، هذه 50%. طيب a friend from out of town، صديق خارج المدينة، may come ربما يأتي، come over يأتي لزيارتي، come over يأتي للزيارة. But I'm not sure أنا مش متأكد، عشان I am not sure فهذه 50%، فبقول هي may. طيب I could guess the right flavor، who knows، في بيدوق حاجة مغمض عينيه مثلا، مغمض عينيه أو مغمض عينيها وبدوقوها حاجة عشان تعرف إيش الطعم، هذا طعم إيش، فبتقول أو بقول ربما أستطيع أن أعرف النكهة الحقيقية، مين بدري، who knows could. If we stay up late، إذا بقينا متأخرين، we may see a shooting star. الشوتينج ستار اللي هو الشهاب، الشهاب اللي بضرب الشياطين هذا بطير في الجو، تمام. But it is not guaranteed، ولكن هذا مش مضمون، يعني ربما مش مضمون 50%. هكذا try this، حاول هذه الطريقة، it may help you، ربما تساعدك 50%، و 50% مش هتساعدك انت وحظك يعني. طب بدي ارفع النسبة يا جماعة ل 70%، بدي اتكلم لواحد اقول له 70% اللي انت بتحكيه هيحصل، بقول له may will might will could will، وهذه بتعبر أن محتمل الحدث أن يحصل قوي قوي قوي، وبرضو عشانها محتمل بستخدم نفس الكلمات اللي بستخدمها في may و might. نأخذ أمثلة. If we arrive early، إذا وصلنا مبكرا، we may will، يعني ربما احتمال إنه نلاقي find a parking spot، مكان نركن فيه near the entrance جنب المدخل. قديش الاحتمال هذا؟ 70%، بس لازم نصل بدري، يعني بدهم مكان يسني جنب مدخل مثلا السينما، يروح على السينما، بدهم جنب مدخل السينما يلاقوا مكان لسيارتهم. فبقول إذا وصلنا بدري ممكن نلاقي مكان، نسبة 70%، والله هذا احتمال قوي. With your keen taste buds، يعني بقول لك وبقدراتك التذوقية، you might will guess the secret incredible، يعني إذا بقدراتك اللي بتتذوقها، أنت عندك قدرات تذوقية يا أخي هائلة، تمام، ربما نستطيع أن نعرف النكهة الخفية أو النكهة السرية، النكهة السرية
ingredient. Ingredient أو المكونات السرية. رايحين على مطعم وعجبتهم البيتزا فبدهم يعرفوا الingredient المكونات. فبقول له ربما بشطارتك تعرف والله هذا شاطر كثير نسبة 70%. Giving your dedication, you could will get a raise during the next review. يعني انت ماخذ تحفيز او ماخذ مكافاه او ماخذ يعني شهاده, يعني ربما dedication باخذك لهي dedication ربما تحصل على ترقيه العام القادم. طبعا dedication او باخلاصك او بتكريسك تحصل على ترقيه العام المقبل, هكذا يعني. وهي أمثلة أكثر للي حابب يقرأ هاي الأمثلة ويتعرف أكثر. طب بدي أزيد النسبة لنسبة 100%, 100% احتمال أن يقع أو 100% احتمال لن يقع, ساعتها بقول will والاختصارها ال, أو بقول will not الاختصارها won't. إذا قلت will فالحدث واقع بنسبة 100%, أما إذا قلت will not فالحدث لن يقع بنسبة 100% كمان. تمام, فنأخذ مثال, وطبعا اختصار I will I'll, he will he'll, they will they'll إلى آخره. وتحدث أن الحدث يقع 100% أو لا يقع 100%, ومعه كلمات مفتاحية زي sure أكيد, certain أكيد, definite guarantee clearly بشكل واضح, obviously بشكل مؤكد. تمام, هذه كلها تدلل على على ثواني يا جماعة بدي اكتب, ثواني يا جماعة بدي اعدل هالشغل. تمام, هذه الكلمات تدل على انه الحدث يقع 100%. طيب تعال نشوف امثلة. I'm sure, هاي اول دليل عندي. I'm sure the sun will rise in the east morning, الشمس حتطلع من الشرق بكرة. طب هذا 100% يعني هي حتطلع من الغرب, حنقول هوا طلعت من الغرب. I'll definitely be at the meeting at noon, حكون في الاجتماع. Definitely 100% بالكلام. There is guarantee, هناك ضمان. That we'll see the full moon tonight, حنشوف البدر هذه الليلة. Full moon البدر يعني المكتمل. The store won't be open, المتجر لن يكون فاتح. On Sundays, في أيام الأحد, مش هيكون فاتح في أيام الأحد, هذا مسيحي أكيد. It's a firm policy, هذه سياسة ثابتة مؤكدة عند المتجر. I'm certain, أنا متأكد. Her birthday party will be on September 23rd, حتكون عيد ميلادها أو في 23 سبتمبر, متأكد أنا حفلة عيد ميلادها. وممكن نقرأ مزيد من الأمثلة اللي بتدلل على 100% نسبة الوقوع أو 100% لن يقع. إما بقول 100% سيقع أو 100% لن يقع. تمام, لو رحنا للكتاب هنلاقي في الكتاب بقول أمثلة, بقول young Palestinians are starting small technology companies, الشباب الفلسطينيين يبدأون أو يعني يطلقون شركات تكنولوجية صغيرة. That هذه الشركات could ربما أو might ربما أو may ربما, نفس المعنى ونسبة احتمالهم 50%, help the Palestinian economy, ربما يساعد الاقتصاد الفلسطيني. يعني 50% إنه يساعد الاقتصاد الفلسطيني. We can't make any plans yet, ما بنقدرش نعمل أي خطط. Because ليش؟ He might not come, ربما لن يأتي. عارف نسبة أنه حيأتي 25%, أو he may not come 25%. لاحظ أني بقدرش أقول couldn't, لأن قلنا couldn't هال هي could ومايت وماي نفس المعنى 50%, لكن مش مايت ومايت مايت نوت وماي نوت نفس المعنى, بس couldn't لا, could not لا. تمام, مش حي... The one thing we can predict, الحاجة الوحيد بقدر نتنبأ فيها, is that the figures will continue to rise in the future. المهم, we won't be in time now, it is too late, لن نكون في الوقت المحدد, الوقت تأخر, هذا للتأكيد.
التأكيد والوونت للشيء اللي أنت متأكد منه 100%. فبقوله we use the modal verbs، نستخدم أفعال المودل لأن could و might و may to say that، أن لنقول أن شيئا ما something is possible، محتمل، ونسبة الاحتمال 50%. When we make negative statements، إذا عملنا جمل منفية about possibility حول الاحتمالات، we can use couldn't. We cannot use couldn't. لا يمكننا أن نستخدم couldn't. بنفعش. لا تنفع في الاحتمالات. We use will. نستخدم will as a modal verb when we are certain about a future event. لما نكون متأكدين إنه في حدث في المستقبل حيقع. نستخدم will. والنيجاتيف من will هو want. النيجاتيف من will هو want. وعشان هيك في عندي تمرين. بقول التمرين أكمل الفراغ باستخدام هذه الكلمات. أنا أعطيكم الحل مباشرة، تمام؟ أعطيكم الحل. طبعا الحل الجملة الأولى، أنا آسف طبعا ليش مش مكتوبة مش عارف، أنا إيش هتكون catch، هذه catch، تمام. المرة الجاية بشرح ليش عشان ما أطول في الفيديو. أوكي، see you إن شاء الله، وأتمنى لكم درسا موفقا.